أن عالم الإلكترونيات يمثل اللبنة الأساسية في بناء التكنولوجيا الحديثة، وحتى يمكننا من مسايرة هذا التطور السريع، فإنه لابد من أن ندرس الإلكترونيات بجميع زواياها. وهدفنا من هذه المشاركة المتواضعة تبسيط المعلومة، وأن تكون سهلة الفهم والإدراك، وقاعدة ارتكاز ونقطة انطلاق من المبادئ النظرية إلى التطبيقات العملية في مجال الصيانة والإصلاح لكافة الأجهزة الإلكترونية، والوصول إلى تقنية أحدث في عالم الإلكترونية. واليوم لدينا الكتاب الإلكتروني. هذا الكتاب يعتبر مستقبل الكتب الإلكترونية، لأنه ذو تصميم فريد ويعتمد على تقنية حديثة وجديدة ومستقبلية. يتميز بشاشة مرنة تسمح لنا بطيها وإعادتها لمكانها بسلاسة، وشركة التصميم محتارة بين تقنية اللمس أو شاشة مع لوحة مفاتيح عملية وسهلة التحكم. ولكن هذا لا يهم، لأن القاسم المشترك بينهما أنهما رائعين وعمليين، وهذا ما يطمح له الكثير من الناس والمصممين. هذا الاختراع أو هذا الكتاب فكرة رائعة لكل شخص يكره أو يحب الكتب، هاو أو خبير، كما لو أنه صمم من أجل الجميع، وهذا هو أساس الاختراعات المستقبلية، وقد يكون دافعا قويا لاقتناء الكتب وقراءتها من خلال شعورنا باستخدام تقنية حديثة مواكبة للتكنولوجيا وحداثة القرن الحالي.